جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت شين عين من الرياض تقول: امرأة مريضة بمرض الربو، وفي فصل الشتاء تريد الاغتسال من الحيض ونحوه، وعندما طهرت، ولكن تسأل: إذا اغتسلت أو استحممت فإنه يزيد علي الربو بسبب الماء البارد، فماذا أفعل؟ هل أغسل كل أجزاء الجسم وأترك الصدر فأمسح عليه مسحا خفيفا يجزئ عن غسله، أم ماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الماء البارد يسخن، وأدوات التسخين والحمد لله متوفرة، فيسخن الماء البارد ولا يضرها، وتستدفي بعد الاغتسال، تستدفي حتى تتنشف ويلبس جسمها، تستدفي بالثياب أو عند مدفعها وغير ذلك. نعم.